السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. معكم الصيدلانية إيمان الرفاعي، إن شاء الله رح أكون معكم عن طريق قناة ميدز ديو، طبعا القناة اللي رافقتنا خلال مشوارنا الجامعي، من خلال الشروحات اللي كانت توفر لنا إياها، من خلال الأساليب اللي كانت تتبعها بالشرح. إن شاء الله رح نكون معكم بسلسلة تعليمية جديدة، سلسلة بي اتش بيجلاند. هالسلسلة رح تكون موجهة لطلاب الصيدلة وبالأخص لطلاب التدريب الصيدلاني. طبعا يا جماعة كلنا بنعرف قد ايه المعاناة اللي احنا بنعانيها بموضوع التدريب الصيدلاني، سواء كان هذا الاشي بفترة الجامعة خلال فترة التدريب الجامعي، او حتى للطلاب اللي بيكونوا فريش جراديويتد انه يلاقوا صيدلية يكملوا فيها فترة تدريبهم. هاي المعاناة اساسا بتبدأ انه نلاقي هاي الصيدلية اللي تدربنا، وانتهاء بالاسلوب للاسف اللي بيتبعوه بعض الصيادلة بالتدريب. يعني لما ندخل على الصيدلية فالادوية قدامك بيحكوا لك تفضل تدرب. طيب كيف أتدرب؟ أنا ما عندي أصلاً فكرة كيف أبدأ هذا التدريب. في منهم بيحكوا لك والله امسك ورقة وقلم، اعمل جداول، اجرد الأدوية، اكتب أسماءها، اكتب بدائلها. في ناس بتحكي لك افتح الليفلت ودور فيها ودور على النت. طبعاً كل هاي الأساليب للأسف أثبتت فشلها بجدارة. أصلاً مش بس إنها طرق فاشلة، للأسف بتخلي الطالب يكره التدريب، لأنه راح يوصل هو لمرحلة عنده كم عالي وكم كبير من الأسماء البدائل، من أسماء المستودعات، فهو راح يضيع بينها أوريدي. الموضوع أبسط من هيك يا جماعة. يعني حفظ المستودعات أبداً مش صعب، حفظ البدائل أبداً مش صعب. إن شاء الله رح أكون معكم، أنا رح نمشي بطريقة سلسة وبسيطة كتير بالتدريب. نتعرف على الأدوية الموجودة بالسوق الأردني، نتعرف على بدائلها، نتعرف على جرعاتها، على الكونترا إنديكيشنز. رح يعتمد هذا التدريب بشكل أساسي على السيستمز، يعني نحن رح نتناول موضوع موضوع. نبدأ من الأنالجيسكس اللي هي الأشياء اللي كتير بسيطة، وبننتهي بالأشياء الأدوية الكرونيك. تمام؟ إن شاء الله خلال فترة قصيرة بهاي الرحلة رح نكون متقنين لكثير أشياء بموضوع أو بما يخص موضوع التدريب الصيدلاني. انتظرونا بفيديوهات قادمة.